لو الحكاية فيها إن فيتو تنفيذ الاستراتيجية ووضع الرؤية للمستقبل، هناك مكتسبات تحققت للفلاحين في مصر، منها إنشاء النقابة العامة للفلاحين والنقابات الفرعية، بحيث إن ما يبقاش النظام التعاوني فقط هو اللي ممثل للفلاحين، يكون أيضا في هناك نقابات للعمال الزراعيين ولصغار الفلاحين، بحيث يكون لهم صوت في وضع السياسات. وبالإضافة لذلك تطوير التعاونيات للمستوى العالمي، لأن التعاونيات في مصر كانت مبنية على نظم اشتراكية أصبحت أوبسوليت خارج الخدمة، ويجب أن احنا بنعدل في القانون بحيث أن الجمعيات التعاونية تستطيع أن تستثمر أموالها في أنشطة تجارية تسعى للربح بحيث تدير العائد على المزارع. بنسعى لإنشاء اتحاد للنقابات الفلاحية تتزايد حتى تصل إلى المستويات العالمية. الدولة بتتكفل برعاية التعاونيات، وإن نسبة مساهمة الفلاحين في مجالس الإدارة تكون 80%، وإن تمثيل الفلاحين يكون تمثيل ملائم في البرلمان. الخلاصة أن هناك موضوع التنمية الزراعية والتنمية الريفية موضوع معقد، هناك صعوبة في وضع خطط للتصحيح. بالرغم من كده في مجموعات من العلماء عكفت على إنشاء مقترح أو برنامج الاستراتيجية الزراعية للتنمية المتواصلة لحد سنة 2030. هذه الاستراتيجية تعتبر أساس جيد نقدر نحن نبني عليه. هنا بنأكد أن التعاون الدولي والتعاون الإقليمي.